أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ من تصريحات المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، التي أفاد بها بأن طيران التحالف استهدف دار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث كان يتواجد بداخلها قيادات في ميليشيات الحوثي من الصف الأول. وأضاف المالكي أنه تم تدمير أكثر من 100 موقع للميليشيات الحوثية في الداخل اليمني، وتم قتل عناصر إرهابية حوثية في اليمن قبالة الحدود السعودية. وأشار المالكي إلى أن التحالف والجيش اليمني قاما بنزع ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية لتهدد الملاحة الدولية. وحول سقطرى، أكد أن وفدا عسكريا سعوديا زار جزيرة سقطرى والتقى رئيس الوزراء اليمني، حيث كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الإمارات والحكومة المحلية بالجزيرة، وتم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق.